خليجي من الاخوان سيارك رمضان بن يازن بكشينوا حجي اليوم صار 4 ايام وانتم موجودين تحت قبه البرلمان، هل ناويين ترجعون او يخلص المظاهره والاعتصام ام باقين؟ السلام عليكم. اول واحده نشكر قناتكم الموقره بمواكبه هاي بعض القنوات المغرضه تذكر بانه الاف، لا بس احنا نقول الحضور مليوني، الحضور ملايين. زين هاي وحده، وحده الثانيه احنا بالنسبه لنا ماكو رجعه لبيوتنا، ماكو رجعه الا بامر واحد، الا بشغله واحده، الا السيد القائد يقول ارجعوا، فاحنا من بعد ذاك نمتثل الامر نرجع، ما نقدر نبقى، بس احنا ماكو رجعه. اذا ما يقول السيد القائد ما نرجع، نايمين هنا باقين، ويقول استشهدوا مستعدين للاستشهاد، ونرحب بالاستشهاد، نرحب جايين احنا هنا استشهاديين في سبيل شنو؟ يعيش من بعدنا برفاهيه، ما يظل جوعان، ما يظل بدون مدارس، ما يظل بدون صحه، ما يظل بدون كهرباء، ما يظل. اليوم احنا اهل النفط واهل الغاز واهل المشتقات النفطيه. زين عبرني على شعورك في والله شعور لا يوصف، شعور لا يوصف. هاي اول مره، هاي اول مره انا ادخل البرلمان، انا من محافظه البصره من الفاو من اقصى الجنوب، ما نرجع اذا ما يقلنا سماحه السيد مقتدى الصدر رجعوا، يلا نرجع لبيوتنا، اما الموت الشهاده اما النصر. ونطالب من خلال قناتكم بازاحه هذه الطبقه الفاسده شلع قلع كما قال السيد القائد، ونريد نظام جمهوري. واجينا هنا نحيي ثورة الإمام الحسين كما قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام، إنما خرجت لطلب الإصلاح.